الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، حي هلا بطلبة العلم، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول العلوم اندثارا هو علم المواريث، وقد تم وقد بيّن علماؤنا أن مراحل الطلب أن يبتدئ المرء بحفظ كتاب الله جل في علاه، ثم يثني بعلم الفرائض. هذا العلم من أجل العلوم، لذلك فإن الأعمش وغير الأعمش في مجالس التحديث كان إذا جلس المحدث أو طالب الحديث ليتعلم علم الحديث أو ليسمع أو ليكتتب بأنه يسمع علم الحديث، فكانوا يسألونه: حفظت القرآن؟ كما جاء للأعمش فقال الأعمش له: حفظت القرآن؟ قال: لا. قال: ارجع فاحفظ القرآن. فلما رجع وحفظ القرآن قال له: تعلمت المواريث؟ قال: لا. قال: ارجع، لا، لست أهلا أن تسمع الحديث الآن. قال: ارجع فتعلم المواريث. لما تعلم المواريث استحق أن يجلس مجلس التحديث. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما سأل عاملا له على مكة: من تركت عليهم هناك في مكة، يعني من خلفت عليهم؟ فقال: فلان. فقال: من المواري؟ قال: نعم، من المواري. قال: خلفت مولا عليهم؟ قال: إنه يحفظ كتاب الله ويعلم الفرائض، أو قال: يعلم المواريث. فقال حينئذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فالإخوة تصبر، أنا أعلم أن المسألة فيها مشقة فيها صعوبة، لكن هذه المشقة والصعوبة ستكون ألين وأسهل مما تكون إذا عند الضربة والممارسة. يعني أنا الأمر الوحيد الذي لمت فيه وقلت أتراجع أدراجي فيما انتهيت منه هو هذا الباب، إن أنا أعلم أن هذا الباب من الصعوبة بمكان، هو باب المواريث. لذلك ابتدأت في المراجعة مع الإخوة في كل المواريث، في بداية من بداية المواريث، أن شروطها وأحكامها والأسباب والموانع وكيفية التوريث، فهذه كلها ابتدأناها الأسبوع الماضي، الأسبوع هذا أيضا سيكون إكمالا، لأني أنا أردت أن أنا يعني إحنا يبقى لنا فقط جزئية في المواريث، هي جزئية الأحكام العامة. الأحكام العامة يندرج تحتها الحمل والمفقود والمناسخات والخنثى المشكل أو المشكل. هذه مسائل وعرة وليست بالحين، فأنا ما أستطيع أن أنا أدخل فيها والذي مضى ما يكون قد أتقن، لا سيما مسألة أو باب التصحيح والتأصيل. من باب التأصيل والتصحيح يترتب عليه كثير من فهم المسائل التي ستأتي، فلذلك قلت لابد من المراجعة ثم بعد ذلك الدخول والولوج في الأبواب الأخرى. حتى لا نأخذ حق الكتاب سد الذرائع، سنمر سريعا على هذا الباب بهذه التدريبات، ثم نتكلم سريعا عن الحج، ثم بعد ذلك نقف عند التأصيل والتصحيح نراجعه، إن بمراجعة التأصيل والتصحيح نركب بعد ذلك إن شاء الله عليه الأسبوع القادم أن نبدأ بإرث الحمل وأيضا المفقود. لأن انتهينا من الحمل، الحمل له أحوال وتقديس ستة، لأن مسألة الحمل أنت لابد أن تقدر في الحمل أولا أنه إيش سيموت، تقدر بأنه ميت، وبعدين فميت هذه لها مسألة بجانبها، تقدر أنه ذكر فله مسألة،
تقدر أنه أنثى فله مسألة، تقدر على الراجح عند الحنابلة والشافعية تقدر أنه إيش؟ توأم، تقدر أنه ذكران، وتقدر أنه ذكر وأنثيان. طيب وبعدين قلنا ذكر وأنثى، هذه كلها مسائل، وبعدين تأتي إلى المسألة الجامعة، وبعدين تبدأ تقسم. طبعا هذا الكلام فقط ينوع الماهر، الناس لما تسمع كذا تقول جزاك الله خيرا، قد انتهينا من مجلس العلم وقد كتبتنا الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أنا أقول دائما المشقة، المشقة تجلب التيسير، صدقوني الأمر هيكون على يسر بإذن الله وليس فيه صعوبة. لكن أنا يهمني الآن الانتباه لمسائل التأصيل والتصحيح. منا الأسبوع الماضي احنا تكلمنا على ميراث الأخت، صحيح؟ أحد يذكرنا به؟ هي الأخت من الأصل الأصيل أو من الأصل غير الصحيح؟ الأصل الأصيل ولا الفرع الأصيل ولا القميص الأصيل؟ الأخت إيش؟ حواش؟ احنا قلنا هذا ميت، صح؟ أو النجمة ميت، ميت له إيش وإيش وإيش؟ حواش أف فوق، صح؟ فرق تحت، حواشي الدائرة التي تحوم حول ديت. احنا قلنا الأخت ترث إيش؟ الأخت هي لها أحوال، حالتان ولا أحوال؟ أحوال، ها منفردة تأخذ النصف ديت، أكثر من واحدة شركاء في إيش؟ ثلثين، جيد. لا في حالات أخرى، ها؟ وترث بالتعصيب، تعصيب بالغير، وترث تعصيب مع الغير، ترث بالتعصيب بالغير إن كانت مع أخ الله، صح ولا لا؟ يا أخي صح، هذا صحيح، بس مع أخي لا، وإن لم نجد وما فيش فرع وارد ديت. وتارث تاني، حاضر، تارث تعصيب بالغير إن كان لها أخ في درجتها، مات عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق، فالأم لها السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ ده تعصيب الغير. وأيضا ترث بالتعصيب مع الغير، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، صح؟ بروعة بنت واشق، وهي أن ترث بوجود الفرع الوارث البنت وهي موجودة، فتكون الأخت في قوة الأخ الشقيق، فترث بالتعصيب مع الغير، فيكون مات عن بنت وأخت وأخت شقيق، فنقول البنت لها ثلثان، الثلثان خطأ، خطأ وهم فاحش لا تخطئ، نعم لها النصف، لا لا لها النصف والدليل. طالب علم ما ينفعش يكون بلا دليل، ما ينفعش، نصف ودليل. أبا معاذ، فإن كانت واحدة فلها النصف ديت، والأخت الشقيقة لها السدس تكملة الثلثين، أحسن. فإذا كان لها السدس تكملة الثلثين يبقى ما درسناش مراجع، ها؟ هي تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، هذه الحاجة تعصيبا مع الغير، وتنزل هنا منزلة الأخ الشقيق، تنزل منزلة، تأخذ قوته
فتكون في قوة الأخ الشقيق. لما علمنا هذه نظرا جئنا لنطبق، أنا وهمت وأخطأت في المسألة، بدل ما أعطيها الباقي فما ورثتها التوريث الصحيح، فكان وهم لابد أن يتدارك في الأسبوع الماضي. طيب هنا زوجة، زوجة وأم وأب وأختين شقيقتين، زوجة أم أب من أخت شقيق، ورثوا الزوجة ها ربع. لما؟ أحسنت. الأم السدس. لما؟ لعدم إيش؟ لوجود جمع من الأخوات. صحيح؟ أحسنت. الأب، 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 الباقي تعصيبة لما؟ لا لا ها ها لحظة، الأختين شقيقتين هو الأسهل الأول ها، 42 على 15 ما لهمش أي شيء، أي شيء ولا حتى العزة، ما فيش عزة، عزة فقط. لما؟ لأن الأب سيحجب الأخوات، لا يرثنا مع وجود إيش؟ إحنا قلنا الأخوات الحواشي، أضبط هذه القاعدة واضربها في رأس الحواشي، هي دائرة، الدائرة تلتف حول عمود اسطواني قوي، إذا وجد العمود تتصدع الأطراف، ما يمكن أن تقف على 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 قوته، فإذا وجد الأصل أو الفرع اطرح الحواشي، فهمتم؟ انضبطت المسألة. إذن الأب هياخد إيش؟ الباقي تعصيبا، والأختين لا شيء لهم. جيد؟ تعرفون تفصيل المسألة ولا ما تعرفون؟ سنأتي بالتفصيل. أصل المسألة هنا كم؟ 12 اللي هي ايه؟ ما خدت توحيد المقامات؟ خدت توحيد المقامات؟ طيب خلاص سيب مع ربع وسدس، هتوحد المقام، واحد المقام ايش المقام؟ بس هو ده تقصير المسألة، توحيد مقامات ماشي؟ طبعا توحيد المقام الضابط عندك اللي درسته في الابتدائي والاعدادي وما درستش حاجة انا عارف؟ عشان لا والله والله في اشياء كلها يعني انا لو قلت 24 يصح يكون مقام ولا ما يصح، لكن في خطا ولا مفيش خطا؟ في خطا صح؟ المرتبه الاصل انك تكون تاتي بالاقل. جيد، يبقى اذا المراه الزوجه لها ثلاث، اسهمها ثلاثه، والام اثنين، والاب ها سبعه، صحيح؟ جيد، وهنا الاخت لا شيء له. ندخل في الباب الثاني، فالأخت هنا تسمى إيش؟ حواشي صح. إيش اللي حدث معها؟ حج، والحج الحج بمعنى المنع، يبقى ده اسمه حج صح؟ والحج بمعنى المنع، والمنع بيكون تام كامل، منع كامل حج بكامل، يبقى نقصان. هات عصاية، لا خليك انت تشم، هو انا مش هنشمم حد حاجة. المنع كامل يعني حج بحرمان، لا تأخذ شيئا، مش فاهم؟ والثاني حج بإيش؟ ليس بكامل، اسمه حج نقصان. هنا الأخت حجبت حج ها حج بإيش؟ يعني لا شيء له، حج بالحرمان يعني لا شيء له، لا تأخذ شيئا، هذه يعني فالأخت محجوبة حجب الحرمان، يبقى الحجب الحرمان هو الذي إيش؟ لا يرث مع من هو أولى منه بالإرث، كما يعني سنبين القواعد على ذلك. حجب النقصان سيأتي، خلينا لا نتمهل، يعني حجب النقصان أنك تقلل من إيش؟ من الفرض اللي سيأخذه الوارث، تنزله مثلا من الثلث الى السدس، مفهوم؟ طيب المسألة الثانية وين؟ هذه أب
وأم وأخ الأب صح وأخ شقيق. هاتها بأسئلة الأم هتاخد السدس ليش؟ عشان فيه فين بأخ وأخ. طيب كيف تاخد السدس؟ لا أنا عايز لأ دي ياخد السدس ليش؟ بوجود أخ واحد والتاني مات تاني أب. لا هذه مسألة أريد بقى فيها تحرير تحرير المخالف سياد. طيب يعني هتاخد السدس؟ طب ما هو في 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 منهم من لا يرث اهو الان. هات السدس. السدس لما؟ طيب الان والاب فين هو؟ والاب ياخد الباقي. جزاك الله خير. ها الثلث لما؟ طب ما هو في جمع من الاخوه، ما في شرطين صح ولا لا؟ لا المساله لو ما رجعت انا اتضايق. احمد ما عندك؟ ما جيد. ها لا زوج الباخ دي دي عمرية. لا رحت مجال اخر عشان ما قلتهاش بالنهاية كده. ها هو مثلا لابد ان انا عايز اسمع ان المسألة فيها خلاف. اتقوا الله ربكم. اما اقول لا نعم ما تجيب على الراجح يعني اتفقت على ما اتفق المجلس عليه. يعني انت الان ده اندثر قول شيخ الاسلام عندك ولا تبينه؟ مش قلنا ان في مساله فيها خلاف؟ نعم هو مثلا الراجع الصحيح طالما في جمع من الاخوه حجبوا او لم يحجبوا فالايه اطلقت والقاعده عند العلماء يبقى المطلق على اطلاق ما لم ياتي دليل يقيد هذا المطلق. فالاب الام لها السدس كما قال الاخ الكريم والاخ الاب له التعازي والاخ الشقيق لا والتعازي صح والاب الباقي الباقي تعصيبه. ايه اللي جعل الاخ الاب والاخ الشقيق لا ياخذ شيئا؟ حواشي مع وجود ايش ياتيني هنا بقى الان ده يعتبر حجب. ايه حجب؟ حرمان. ايش سببه؟ سببه ما سياتيكم بنوه ابوه اخوه عمومه وذل ولاء التتم. هذا الترتيب الذي لابد أن تورث به بنوة. يبقى البنوة تقدم عند التزاحم مع الأبوة. الكلام هذا وهذا الترتيب عند التزاحم بنوة أبوة أخوة عمومة وذل ولاء التتم. بنوة مع الأبوة لا يرث الأب بالتعصيب بحال بوجود إيش البنوة لأن البنوة أقوى فتقدم. بنوة أبوة أخوة وجود الأبوة مع الأخوة أيهما يقدم؟ الأبوة. وجود الأخوة مع العمومة أيهما يقدم؟ الأخوة. مفهوم؟ يبقى إذن الترتيب هذا حجب حرمان. لماذا؟ لأن الأبوة تقدم على الأخوة أقوى من الأخوة. الأبوة تقدم على الأخوة فحجب الأخوة الأخوة حجب حرمان. طيب إذن هذا أيضا حجب وهو المنع. أحد يعيد علي الترتيب؟ بنوة ها أبوة قوة عمومة. أحسنت جيد. طيب هنا الميراث الثالث أب وأم. هنا أصل المسألة هيكون ستة وسهم الأم واحد والباقي للأب تسعة تسعة ستين ليه تسعة أربعة الأم ليه السدس الثلث. وانت رجعتنا ثاني نقولنا الراجح لها السدس
عشرة صح، يبقى الأب له عشرة، خمستاشر، خمسة واحد، خمسة واحد يبقى ستة. الأب له إيش؟ الباقي تعصيبا صحيح؟ الأم لها السدس، أصل المسألة يكون ستة، يبقى الأم سهماء والباقي للأب، باقي الستة من واحد كام؟ ثلاثة. ها خمسة؟ صحيح، يبقى هذا للأب، خمسة، جيد. المسألة الثانية أب وأم، والرزق الأم لها كل شيء، الأم الحنونة الطيبة لها كل شيء، صح؟ لها السدس، الثلث أنتم أصح، نعم أحسنتم. ليش عليها السدس؟ لتوفر الشروط. إيش هي الشروط؟ عدم وجود ولا فرع ولا أصل، ما فيش ولا فرع ولا أصل، فلذلك تأخذ السدس. خطأ، خطأ فاحش. الشروط، الشروط ليس لها فرع وليس لها وليس هناك حرج. أحسنتم، يعني جمع من الإخوة والأب تعصيب، جيد. طب تعصيبا دي معناها إيه؟ تعصيب بإيش؟ تعصيب بإيش يا أستاذ أحمد؟ تعصيب بالنفس. إحنا عندنا التعصيب ده أنا مكتب، معلش أنا آسف. تعصيب هيكون تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير. كل قواعد المواريث أخذتوها ثم حضرتين، فاتقوا الله وراجعوا، لأن الذي سيأتي حمل ثقيل. تعصيب مع الغير، تعصيب بالنفس أصل فرع حواشي. من ليس له فرض في كتاب الله أو أكمله أو من ليس له فرض في كتاب الله أو اسكت اسكت من ليس له فرض في كتاب أو أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ أحسنت، سيفض فوق. السنة جاءت بإيش؟ بفرض الجدة. لا استيقظ. طيب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فده طالما ليس له فرض هياخد ايش؟ التعصيب. فاذا الوالد ياخد التعصيب، فرع اصل حواشي. طبعا الحواشي هنا يكون ايه؟ كل ذكر، كل ده ذكر، جيد. تعصيب بالغير، ابناء مع بنات، اخوه مع اخوات، جيد. مفهوم هذا؟ الحمد لله. تعصيب مع الغير حالة واحدة، أخت مع بنت، أخت مع بنت ترث الأخت على أنها أخ شقيق، تأخذ الباقي تعصيب، جيد. هذه المسألة الأخرى، زوج أب أم أم يعني جد، نعم نعم، هذا التعصيب. حاضر حاضر. التعصيب هو الذي ليس له فرض في كتاب الله. الله جل وعلا افترض فروضا في كتاب الله، صح؟ ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية، إلى بين الفروض. الأب ما كان له فرض إلا عند وجود الفرع الوارث، قال له السدس، صح؟ ولم يذكر له فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث، صحيح ولا لا؟ فهو يرث بالفرض ويرث بإيش؟ بالتعصيب. فالتعصيب هو الذي ليس له فرض، لا سدس، لا ربع، لا ثلث، لا ثمن، ليس له فرض، ثالث الباقي تعصيب، جيد. وده دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، جيد. والتعصيب أنواع ثلاثة، تعصيب بالنفس كالأب اللي هي الأصل والفرع والإخوة الحواشي، هذا يعصب ليس له فرض الأب، والأب له حالات بيناها نحن، متى يعرف بالفرض، متى يعرف بالفرض والتعصيب، متى يعرف بإيش؟ بالتعصيب. أجيبوني، متى يعرف بالفرض والتعصيب؟ أحسنت، لفوق لفوق. إن كان في فرع وارث أنثى فهو يعرف بالفرض والتعصيب، متى يعرف بالتعصيب؟ إن كان في فرع وارث ذكر يعرف بالتعصيب،
قطع بنوة أبوة، لا، ها، عدم وجود الفرع. نعم، عدم وجود الفرع وعدم وجود الحواشي الإخوة، لأن الإخوة عصب، فعدم وجودهم لا، حتى لو وجدوا. ليش؟ لأن الأبوة مقدمة على الأخوة، مفهوم؟ جيد. يبقى إذن هذا يرث بالفرض، ويرث بالفرض والتعصيب، ويرث بالتعصيب فقط. تعصيب بالغير أبناء وبنات، ترك أربع بنات وولد للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أو إخوة أخوات، حواشي إخوة أخوات، كما وصفت للأبناء والبنات صف للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، مفهوم؟ جيد. ننتقل إلى هذا المثال أيضا التطبيقي. زوج وأب وجدة، الزوج له 35 على 13، كم الزوج له؟ كم أريد أسمع الزوج له؟ لما النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث، أحسنت. والأب خلينا في الجدة السودس، والأب الباقي تعصيب، أحسنت. جيد، ما في ولا حج ولا حرمان بيت. طيب زوجة، المسألة الثانية زوجة وأم وجد وابن ابن، ورثوا الزوجة لها، الزوجة لها، لما الثمن؟ لوجود الفرع الوارث، أحسنتم. الثمن الأم لها، السدس لما؟ لوجود الفرع الوارث. الجد له السدس لما؟ لما؟ لأن الجد يلزم بجهة الأب، إذا وجد الفرع الوارث فالجد لا يرث بالتعصيب، يرث بإيش؟ بالفرض، وفرضه السدس. الابن لابن له الباقي التعصيب. فهمنا؟ وأصل المسألة هنا كان جيد 24. يبقى الأم لها كم سهم؟ ثلاثة، والزوجة لها ثلاثة، والأم لها أربعة، والجد أربعة، والابن الباقي تعصيبا كم؟ 13. ها؟ أما أنت كنت بتربي أوضة السنة الفاتت؟ ما درستها؟ واحد المخرج ما نسيتها عشان ما تراجعهاش. اسكت يا استاذ. طب تعالى بقى في الوقت انت. طب تعالى تعالى تعالى. انت عندك اربع اشياء، عندك تداخل وتوافق وتباين، وايش وايش الرابع؟ وايش التناسب؟ هات لي بقى الوقت انت. هات لي الوقت اتفضل. مين الاثنين؟ فين الوقت؟ فين الوقت يا ابو؟ فين الوقت؟ وقت ما عند مين ومين؟ طيب عند 6 و8 وقت، او 6 و8 الوقت 2. اتفضل تعمل ايه بقى؟ ايوه هي لا دي، انا ما اسد بك هنا الا لا. ثواني انا معاك، ثواني وسنين. وين بقى وفق الأول؟ يعني 2 في 8 ولا 2 في 6؟ الأربعة في 6. فين الأربعة؟ 2. أحسنت. أنت ممكن تقول هذا العامل المشترك، ده العامل المشترك، لتأتي بالوفق تقول العامل المشترك اقسم الأول على العامل المشترك يأتيك بالوفق، اقسم الثاني على العامل المشترك يأتيك بالوفق. ما حدش فاهم. طيب هنا العامل المشترك بين 6 و 8 كام؟ 2. صحيح؟ وفق الستة 3، وفق الأربعة. القاعدة في هذه المسألة اضرب وفق الأول في كامل الثاني، أو وفق الثاني في كامل الأول، عشان تأتي بأصل المسألة. ده عند مين؟ في التوافق. وفي التباين اضرب الأول في الثاني، سدس و لا السدس رؤ، لا احنا نريد ثلث، ثلث وثمن، ثلث وثمن، 3 و8 ما في عامل مشترك، في تباين. عشان تأتي بأصل المسألة اضرب الأول في الثاني، يبقى 24. مفهوم؟
مفهوم يا إخوة؟ طيب يبقى هذه أيضا كيف أصلنا المسألة أتى بها. تفضل شكرا جزاك الله خير. فأسيبوكم من الفلوس دي احنا نرجع بالفلوس تقسيم التركة بعدين، أصل الدراهم والدنانير هتخلينا نسيب طلب العلم، فخلينا في طلب العلم. الإمام مالك يقول لا يصل لهذا علم غني، فخلينا في الفقه مع طلب العلم حتى نفوز. زوجة وأم وجد انتهينا منها. الأخيرة زوجة، زوج وبنت وأخ شقيق. والرزق زوج الربع، لما لوجود الفرع الوارث، ها صح؟ نعم. البنت النصف، الأخ الشقيق الباقي تعصيب. كده انتهينا من كثير من مسائل المواريث. أصل المسألة شوف أنت، أنت عندك إيش؟ ربع وإيش؟ ونص. تعال نشوف هذه فيها إيش؟ تداخل. اثنين الأدنى ينزل تحت الأعلى، الاثنين تقبل القسمة على أربعة، تقبل القسمة على اثنين ولا لا؟ وفي باقي ولا ما في باقي؟ ما في باقي، صح؟ يبقى ده تداخل. إن كان تداخل خذ الأكبر، يكون رأس المسألة هو الأكبر. طيب عشان تفهموا أكثر التقسيط، عندي ثلث صح؟ أعطيني الفرائض أحمد بنين النصف والربع الثمن ثلثين ثلث سدس، بس كده يا أستاذ؟ ها؟ مفيش أي شيء تاني يا أخ أحمد؟ خلاص انتهينا من السدس يا عمر، ما رأيك؟ ها؟ تأسس الباقي اترك فاهم، هنتكلم على الصلاة فقط. انظر بقى الآن كيف تؤصل. تعال، عندنا شيء اسمه توافق وشيء اسمه تداخل وشيء اسمه تناسل، صح؟ دي العلاقات. وإيش؟ وتباين. حتى أستطيع تأصيل المسألة أنظر مثلا عندي ربع وثمن، دول أصحاب المواريث، ربع وثمن، كيف أصل المسألة؟ أنظر إيش علاقة الأربعة بالثمانية، تنزل تحتها ولا ما تنزلش؟ أنت حتى بالجمع قول الثمانية دي أربعة زائد أربعة، يبقى هنا في أربعة وأربعة، تداخل ولا غير تداخل؟ إن كان تداخل فأصل المسألة الأكبر، والأكبر هو التسعة. ثمانية مفيش تسعة عندنا خالص. مفهوم؟ مفهوم؟ كم ده؟ حاضر، اللي مش فاهم أبوس إيديكم، يقول مش فاهم، لكن ما يسخطش. وجوم النظر هذا بيجيب لي إحباط بموت. فاهمين؟ قولي لي لا. فاهمين؟ ساكتين، هم ساكتين والسكوت ما... أي نعم، والله ضاع العلم بين مستكبر ومستحب. يا إخوة فهموا، لابد تفهم كيف تأصل المسألة عشان تحلها صح. طيب تأصيل المسألة، كيف تأصيل المسألة؟ قلت لكم هذه الفروض هي في كتاب الله جل في علاه، الربع النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان، جيد؟ أنت لتؤصل المسألة إذا اجتمع النصف مع الربع فله علاقة، الربع مع الثمن له علاقة، الثلث مع السدس له علاقة. إيش العلاقة بين الربع النصف والربع؟ تداخل. الاثنين تنزل تحت الأربعة ولا لا؟ عشان تسهل عليك خذ الأكبر، الأكبر هو إيش؟ أربعة. أربعة ده قسمه اثنين، الأربعة هيكون اثنين زائد اثنين، صح ولا لا؟ طيب في واحد منهم موجود ولا لا؟ يبقى كأنه دخل تحته، ده تداخل. فإذا كان في تداخل فتأصيل المسألة الأكبر هو أصل المسألة، نصف وربع. إيش الأكبر؟ لا دعك من الربع تحت، اثنين وأربعة. إيش الأكبر؟ يبقى رأس المسألة إيش؟ أصل المسألة. طيب ربع وثمن، أصل المسألة ثلث وسدس، أصل المسألة ست، تاخد الأكبر. كده فهمت؟ كده فهمتم؟ يبقى دي أول شيء اللي هو اسمه التداخل. طيب في علاقة ثانية غير التداخل؟ اعطيني بس أنا أمسح بس أسمحك، ماشي بس سيب بقى هون، سيب بقى اللي هنا
بس عشان ندخل على التأصيل والتصحيح، يبقى عندنا التوافق نصف وربع، ثلث وسدس، ربع وثمن. طيب فيها توافق، ايش التوافق؟ صح توافق يا نائمين ها ولا يا نائمون؟ اهل النوم والاستراحة اسمه ايش؟ تداخل. الأدنى تحت الأعلى، الأصغر ينزل تحت الأعلى. طيب إذا كان تداخل أصل المسألة يساوي الأكبر، اثنين وأربعة أصل المسألة ثمانية، لأن ثمانية أكبر. فين هي ثمانية معانا؟ اثنين وأربعة، يبقى الأكبر كام؟ هذا رأس المسألة وأصل المسألة. ها نشيل معانا الحمد لله ثلث وسدس، ثلاثة وست. ها يبقى أصل المسألة إيش؟ ستة، لأن العلاقة بينهم تداخل. أحسن، ربع وثمن العلاقة بينهم تداخل، أصل المسألة ثمانية. عرفت تأصيل المسألة عند التداخل؟ في شيء أنتقل. طيب الحمد لله. الثاني توافق. إيش التوافق؟ التوافق بيكون فيه عامل مشترك بين الاثنين كالربع والسدس، او السدس والثمن. في عامل مشترك صح؟ اربعة وستة، ايش العامل المشترك بينهم؟ ايه العدد اللي موجود هنا وموجود هنا؟ الاثنين. احسن، سدس وثمن، ايه العدد اللي موجود هنا وموجود هنا؟ فهمتم؟ طب انا عندي توافق واريد ايش؟ ان اؤصل للمسألة. عشان اؤصل للمسألة أقول وفق الأول تكمل الثاني. حاضر، يعني إيه هتأتيك الآن؟ هنا الاثنين ده العامل المشترك، عشان أأتي بالوفق أقسم العدد على الإيش؟ على العامل المشترك، يبقى أربعة الاثنين يبقى ده الوفق. طب نقسم الثاني، ستة على اثنين بكام؟ ده الوفق الثاني. يبقى وفق الاول اثنين ووفق الثاني ثلاثة. يبقى حل تأصيل المسألة وفق الاول في كامل الثاني او وفق الثاني في كامل الاول. يبقى اذا لو عندي ربع وسدس فرأس اصل المسألة ربع وسدس، الوفق وفق الاربعة كام؟ اثنين. يبقى اضرب الوفق، وفق الاول اثنين في كامل الثاني، الثاني ست، يبقى اصل المسألة كام؟ اتناشر. او وفق الثاني في ايش؟ في كامل الاول وفق الستة ثلاثة، كامل الثاني اربعة، يبقى كام؟ اربعة وعشرين. ثلاثة في اربعة في اربعة وعشرين، يا مبتلين جدول الضرب مش حافظينه. اتفهمت؟ نمر على ثاني اللي هي ايش؟ وفق الثاني. حاضر. طيب كيف الوفق؟ يعني ايش التوافق؟ التوافق يعني فيه بينهما عامل مشترك، التصريح الحسابي كده، بينهما عامل مشترك. طيب الربع والسدس ايش العامل المشترك بينهم؟ اثنين. صحيح. اتي بالوفق الان، الوفق كيف اتي به؟ اقسم العدد على العامل المشترك، يبقى وفق الاربعة اربعة على اثنين كم؟ اثنين. طب وفق الستة؟ ستة على اثنين يعطيني كم؟ ثلاثة. طب كيف اوصل المسألة؟ دي الخطوة الثانية، وفق الاول في كامل الثاني، وفق الثاني او وفق الثاني في كامل الاول. طيب وفق الاول اثنين في كامل الثاني ثلاثة، بجيب ثلاثة منين؟ كامل الثاني هون ستة، يبقى اثنين ستة باثناشر. او وفق الثاني في كامل الوفق هنا ثلاثة والكامل خلاص. خلاص؟ طيب ننتقل. نعم. اثنين وثلاثة يضربون في بعضهم؟ لا، ده في العمود. هنا؟ لا، هنا نضرب الوفق في الكامل، ما نضربش الاثنين وسبعين. الكامل؟ لا، ده مش كامل. ده وفق. مش احنا القاعدة ايه؟ نضرب الوفق في ايش؟ في الكامل، هات لي الوفق، وفق الستة.
فرق الستة بتجيبه ازاي؟ ايوه تقسمه على اثنين، طلع ثلاثة، تضرب الوسط في كامل الاول. الاول كام؟ لا اربعة. الاول اهو ربع وسدس. الاول كام؟ اربعة. يبقى نضرب الثلاثة في ايش؟ اربعة، مش في اثنين. مين اللي قال في اثنين؟ طب الحمد لله. طيب ننتقل، يبقى اذا اخذنا التداخل وايش؟ والتوافق. بقي لنا التماثل، ربع وربع، سدس سدس، نصف ونصف. كيف اصل المساله؟ هذه اسهل الامور. تاصيل مساله اخذ واحد، لان هذه صوره تلك الاصل منه، صح ولا لا؟ اربعه واربعه، ايش الفرق بينهم؟ ايش الفرق بينهم؟ ما في، صح؟ فاخذ اي واحد منهم، يبقى اصل المساله ربع وربع اربعه، سدس ودس وسدس ست، نصف ونصف ثلاثه، صح؟ يبقى اصل المساله هذا التماثل. يبقى الاخير وهو ايش؟ ها؟ التباين. التباين هتقول ثلث وثمن، هذا تباين، ثلث وثمن، هذا التباين. في التباين اسهل من التماثل، اضرب الاول في الثاني. يبقى كيف تأصيل المسألة؟ ضرب الاول في الثاني. يبقى اصل المسألة الثلث والربع، اصل المسألة 3 في 8 تساوي 10. فهمت؟ في شيء ثاني؟ كده الحمد لله. الجانب الأيمن انتهيتم؟ الحمد لله. الأمامي انتهيتم؟ الذين لا أراهم في الخلف، الذين ينظرون للحائط ولا ينظرون للسبورة، ها؟ طيب يبقى هذا التأصيل وقد انتهينا منه، بقي فقط التصحيح. التصحيح ايش معنى التصحيح يا عمرو؟ ايش معنى التصحيح؟ لا هو انت تعرفت لكن انت اتفاجعت. لا لا لا، ده تقسيم الترتيب. تصحيح يا استاذ احمد، لا نقول التصحيح اذا كان عدد الاسهم لا تنقسم على الرؤوس، يعني ياخذ حقه الفرد بايش؟ بكسر، وده مش ممكن اصلا، صحيح ولا لا؟ لابد ياخذه بدون كسر. فإذا كان لا ينقسم على عدد رؤوس الورثة فلا بد ان انا اصحح اصل المسألة حتى ينقسم على الورثة. وايش اللي هنعمله؟ نفس الامر، ان كان في توافق تباين سنبين ذلك. خذ اكتب هذه المسائل، امسح هذا حتى نبين التصحيح بالطريقة العملية، ونكون قد انتهينا وسأبدأ في الحمل، لكن ليس اليوم، فلا تموت. ضيعت للناس التوافق والتباين والتداخل، ما لا ايش انت كنت تعمل في المدرسة؟ انت كنت اكيد لا حول، يعني ما فيهاش سبورة؟ لا انا مليك، لا حول ولا قوة. ابو معاذ يقول لو اخذنا ارث الحمل اليوم حنلد الاسبوع القادم. لا الرجل لا يحمل ولا يلد، ان شاء الله يتولد في ذهنك العلم. انت خليت هو يولد، هو بس راح يعني تخصيصا لا تعميما. جيد، طيب اكتب يا شيخ، اكتب هذه المسائل. توفي، مات عن، كتبت؟ ها؟ مات عن بنت وأخ شقيق، طيب لا سامح امسح، امسح تعدلوه.
مات عن زوجة وأب وبنت وابن، مات عن زوجة وأب وبنت وابن. المسألة الثانية، مات عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين، وأختين شقيقتين. المسألة الثالثة، مات عن زوجة وستة أعمام. المسألة الرابعة، مات عن ثلاث زوجات وجدتين وستة شقائق. ستة إخوة أشقاء. خمسة، زوج مات عن زوج، ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن وبنت وأخت لأب. نكتفي بها. طيب، احنا الآن علمنا كيف نؤصل المسألة، فإن احتاجت لتصحيح نبينه. مات عن زوجة، زوجة، أب، بنت، وإيش؟ بنت ابن وابن ابن. جيد. الزوجة لها ثمن لما؟ لوجود الفرع الواحد. الأب السدس لما؟ لوجود الفرع الواحد. بنت ابن وابن وابن ابن الباقي للذكر مستحب أنثيين. جيد، أصلوا المسألة بالتقصير الذي بيناه. ائت بقى بالفروض، أنا عندي ثمن وسدس، إيش العلاقة بين الاثنين؟ أبوس إيديكم الآن، العلاقة بين الاثنين إيش؟ ها؟ تداخل؟ لا. تماثل؟ لا. تباين؟ لا. تداخل؟ أحسن. تداخل الستة تنزل تحت ثمانية، الأدنى تحت الأعلى. سواء؟ تماثل صح، الستة هي الثمانية بس إحنا مش شايفين. ها؟ توافق، إيش الوفق بقى هنا؟ توافق أحسن. الوفق إيش؟ احنا ايش قلنا الوفق؟ الوفق هو العامل، انك تأتي بالعامل مش اهي اثنين، صحيح؟ جيد، هات بقى، يبقى ثمانية وستة الوفق بينهما اثنين. وفق الثمانية كام؟ وفق الثمانية كيف؟ اقسم الثمانية على العامل المشترك اربعة. وفق الستة ثلاثة. طيب، طريقة التأصيل، إما وفق الأول في كامل السنة أو وفق الثاني في أحسنتم. يبقى رأس المسألة أو أصل المسألة كام؟ وفق الأول أربعة في كامل الثاني، أربعة في ستة بأربعة وعشرين. طب وفق الثاني في كامل الأول، ثلاثة في ثمانية أربعة. أدي أصل المسألة. جيد؟ يبقى سهم الزوجة كام؟ ثلاثة. سهم الأب أربعة. الذكر مستحق الأنثيين، بنت ابن وابن ابن كام؟ 17. اقسم بقى 17 على 3، قسم لي 17 على 3، تنقسم؟ هتكون صحيحة؟ هيكون فيها كسر ولا ما يكونش فيها كسر؟ 17 على 3 فيها كام؟ فيها الخمسة. 17 فيها الخمسة؟ لا اترك، 17 تقسيم 3 واحنا في ابتدائي كنا عارفين 17 على 3 فيها كام؟ لا ما تنفعش، صح ولا لا؟ مش هتديني عدد صحيح. يبقى 17 على 3 مش ممكن تنقسم، يبقى ايش نفعل؟ نصحح حتى تنقسم. كيف بقى نصحح؟ بنفس، لو علمت كيف تؤصل ستعلم كيف تصحح. تنظر في الفرض في الاسفل، هذه الاسفل كام؟ 17. وتنظر في الرؤوس، انا عندي البنت بكم راس؟ بنص ولا بواحد؟ بواحد. والابن احسنت، بالذكر المستحب
يبقى الابن باثنين، يبقى كم رأس عندي الآن؟ كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. وكم الأسهم؟ سبعة. إيش العلاقة بين السبعتاشر والثلاثة؟ سنت. إيش العلاقة بين الثلاثة والسبعتاشر؟ تباين. إن كان التباين فغض الظرف عن الأسهم وخذ عدد الرؤوس واضربها في أصل المسألة. هذا هو التصحيح، تضرب أصل المسألة في عدد الرؤوس تصحح المسألة. يبقى إذا تصحيح المسألة الـ 24 هتكون كام؟ 72. أحسنت يا أبا معرف. ما ضربت في أصل المسألة اضربه في إيش؟ في الأسهم. يبقى إذا الأم هتاخد، هتضربها في كام؟ 3. هتاخد 9. الأب هياخد 12. طب هنا 17 هتضربها في 3 بكام؟ 1 مع 2 صح؟ 51. يبقى أصل المسألة الجديد 72، عدد الأسهم، الأم الزوجة 9 والأب 12 والابن بنت الابن وابن الابن 51. لما تيجي تقسم ال 51 هتقسمها 51 على كام راس؟ 3. يعطيني ايش؟ كل واحد 17. يبقى اذا الولد سياخذ الابن 17 17 كام؟ 34. يبقى ابن الابن هياخذ 34 وبنت الابن هتاخد كام؟ 17. انقسمت ولا ما انقسمت؟ انقسمت. اتفهمت ولا ما اتفهمت؟ ما اتفهمتش؟ للذكر مستحب الانثيين، يعني كل بنت الرجل اللي مقابلها اعمله باثنين. يبقى البنت براس والولد كام راس؟ تجعل الرؤوس مضاعفه. فهمت؟ وبعد ذلك تنظر بقى في الاسهم وعدد الرؤوس. ان كان في تباين اضرب عدد الرؤوس في اصل المساله، ثم انزل فاضرب على كل الاسهم بنفس الذي ضربته في عدد راس المساله، الاصل المساله. فهمت؟ تضرب مين في مين؟ مش هيتعاركوا مع بعضهم، هتضرب عدد الرؤوس هذه اللي هي 3 في اصل المساله اللي انت جبتها اللي هو كام؟ 24. بعد ما تضرب في اصل المساله تنزل على الاسهم تضرب في الثلاثه برضه. فهمت؟ فهمت يا اخوه؟ ما اترك هذا، ما هو احنا هتضرب في نفس اللي ضربته في اصل المساله. اما تقسيم التركه اتركها الان. مفهوم؟ يبقى اول شيء ان كان في تباين بين الاسهم وبين عدد الرؤوس اضرب عدد الرؤوس في اصل المساله وانزل بالضرب على ايش؟ على كل الاسهم. جيد. المساله الثانيه، زوجه وبنت اختين شقيقتين والرزق زوجه، الزوجه لها الثمن لما بوجود الفرع الوارث. احسنتم. البنت لها النصف الاختين الشقيقتين. اخ احمد، اخ عمرو، ترجعوا ولا مش ترجعوا؟ ولا ارجع انا؟ حق لي ان ارجع الاسبوع الماضي. جاوب. ملاش ليه بقى؟ ملهاش. تعالى بقى امسك واصل لي كمان المساله. احسنت. خد خد. لا مش من هنا، اتفضل. لا اتفضل اتفضل. السبورة اتفضل. هي ملهاش. ليش ملهاش؟ دي أهم حاجة عندنا الآن. عشان من الحواشي؟ يعني الحواشي مكتوب عليهم ما لا يرثون؟ عشان في إيش؟ وين بقى الأصل الذي منعهم؟ في البنت، والبنت تمنع الأخت؟ البنت لا تستطيع ان تحجب، ممكن يكون بالبنت حجب ايش؟ نقصان لا حرمان. يبقى الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، الباقي تعصيبا للاختين. لحديث ابن مسعود في بروعة بنت رواشة. اصل المسألة عندي ثمن 8 و2، هذه العلاقة بينهم ايش؟ 2 و8. العلاقة إذا كان تداخل كيف أؤصل للمسألة؟ بالقاعدة عشان تضبط المسألة. إن كان تداخل كيف أؤصل للمسألة؟ ها؟ همهمة الفصل مش عايزها. خلف
الآن 2 و8 العلاقة بينهم تداخل جيد. تقصير المسألة ناخذ الأكبر، قل لي الضابط ناخذ إيش الأكبر، والأكبر هو 8، يبقى أصل المسألة 8. جيد الباقي تقصير 8، يبقى الزوجة لا أسهمها 1 والبنت 4 والباقي تقصيرا للأختين كام؟ 3. انظر هنا 3 على 2 تنقسم، ها؟ لا تنقسم، صحيح ولا لا؟ يبقى ده بينهم تباين. طب كيف نحل التباين؟ كيف نصح المسألة؟ اسكت يا أخي اسكت. كيف نصح المسألة؟ صح، أحسنت. بنضرب، طالما في تباين أضرب عدد الرؤوس، وعدد الرؤوس كام؟ 2. في أصل المسألة اللي هو 8، يبقى أصل المسألة بدل ما كان 8 هيروح لكام؟ 16. ما ضربته في الأصل اضرب بيه في إيش؟ في الأسهم. يبقى سهم الأم كام؟ الزوجة كام؟ 2 والبنت 8 والأختين الشقيقتين 6، صح؟ وكل أخت هتكون لها 3 وتنقسم قسمة عدد. فهمتم؟ تاني؟ ليش؟ آخر جزئية اللي هي هذه، حاضر. طب هي زوجة وبنت وأختين شقيقتين، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، الباقي تقسيمها للأختين. طيب الزوجة ثمن ونصف، بين النصف والثمن إيش؟ تداخل. يبقى تقصير المسألة الأكبر اللي هو 8. جيد هنا؟ طيب ائتي بالأسهم، يبقى سهم الزوجة كام؟ 1، سهم البنت 4، أسهم الأختين الشقيقتين 3، هنا السهم 3 وعدد الرؤوس 2، بينهما ايش؟ تباين، لا تنقسم. فلما كانت لا تنقسم لابد ان اصحح حتى يعني كل واحد ياخذ القرار بدون اي كسر، صحيح؟ طب كيف اصحح؟ اضرب عدد الرؤوس في اصل المسألة، اصل المسألة 8، اضرب عدد الرؤوس 2 في 8 ثم اضرب في الاسهم. ها؟ اتفهمت؟ فهمت يا استاذ؟ فهمت؟. إذا الزوجة الربع وستة أعمام الباقي تعصيبا، أصل المسألة، أصل المسألة كام؟ من وراء أصل المسألة كيف عرفت منها 4؟ ما في غيرها، صحيح؟ يبقى 4 أصل المسألة، يبقى سهم الزوجة 1، الأعمام الباقي تعصيبا 3، هنا عندي 3 وإيش؟ وست، صحيح؟ هي لا تنقسم بهذه الطريقة، صح؟ ما ينفعش، لأنك لو قلت كل واحد ياخذ النصف كسر، صح ولا لا؟ طيب ننظر إلى العلاقة بين 3 و6، إيش؟ طيب إذا كان تداخل ماذا أفعل؟ أخذ الأكبر، عدد الرؤوس، صح؟ في أصل المسألة، صح؟ يا محمد ايش ال 12؟ ها وبعدين يبقى معنى كذلك ان احنا نقول 6 على 3 بكم؟ 2، اضربها في اصل المسألة واضرب في الأسهم، أربعة في 2 ب8، أصل المسألة صار من 4 إلى 8. أحسنت. الزوجة سهمها كان 1، أضربه في 2 بقى 2، 6 أعمام السهم كان 3، أضربه في 2 يعطيني 6، يعطيني 1، 3 في 2 ب1 6، يبقى إذن 6 أسهم و6 رأس انقسمت ولا ما انقسمت؟ لكل واحد 1. فهمتم؟ فهمتم؟ جيد، بكده ننتهي إلى مسألة التأصيل والتصحيح. ف
ثم بعد ذلك الأسبوع القادم نأخذ الحل. أو عندنا مسائل أخرى رابعة. طيب ماشي. ثلاث زوجات، إيش تاني؟ ستة إخوة أشقاء. وإيش تاني؟ لا. ستة ها؟ هي عندي أزواج ثلاثة وإيش ثاني؟ وستة إخوة وفي جدتين صح؟ طبعا البنت دي فين؟ جدتين نورث أزواج ثلاثة لهن هم هن شركاء في الربع. لما؟ تعالى وجود الفرع الوارث. طيب والجدتان شركاء في ايش؟ السدس. والباقي للاخوة. اصل المسألة عندي اربعة وستة بينهما، اربعة وستة بينهما، ايش العامل المشترك بينهم؟ اثنين. طب وفق الاربعة اثنين، وفق الستة ثلاثة. اضرب كامل الاول، وفق الاول في كامل الثاني، او كام او وفق الثاني في كامل الاول، يعني اثنين في ستة او ثلاثة في اربعة. يبقى أصل المسألة كام؟ 12. أحسنت. سهم الزوجة لا واحد من وين بس الله يهديك؟ ثلاث. جيد. إن ربع ما 12. الجدة اثنين. تنقسم ولا ما تنقسم؟ ثلاثة وثلاث أزواج أو زوجات واثنين وجدتين تنقسم صحيح؟ الباقي تعصيما كم الباقي؟ هذا من خمس سبعة. سبعة وست، سبعة وستة إخوة. لحظة لا ثلاث زوجات يبقى لهن الربع لعدم وجود الفرع الوارث بثلاثة. ستة إخوة نعم طبعي. سبعة وثلاثة، سبعة وستة يبقى فيهم إيش؟ تباين. لا إذا كان في تباين هناخد عدد الرؤوس نضرب في أصل المسألة 12 في كام؟ ستة. اثنين وسبعين ما ضربت فوق تضربوا إيش؟ تحت. ستة 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 جدة 12 18 الزوجة الزوجات ها واثنين واربعين وكل زوجة تاخد كم نصفها؟ ستة. وكل جدة ستة ايضا. وهنا ستة اخوة كل واحد من الاخوة هياخد سبعة وكده تكون قد انقصت. جيد. هاتي المسألة اللي بعدها. زوج ملينا زوج وإيش تاني؟ ثلاث بنات ابن وبنت أخت الأب. جيد. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها نصف، وثلاث بنات ابن لهن سدس تكملة الثلثين صحيح؟ والأخت الأب الباقي تقسيم صحيح ولا لا؟ ها صحيح ولا لا؟
ها؟ نعم. الأخ ملاني بنت. طيب طيب ملوني مسألة عشان أنا أشوفها هنا. زوج؟ لحظة. زوج وثلاث بنات ابن وبنت واخت الاب، هذا الصحيح. نعم. اذا عندي اربعة وستة اثنين، صحيح. الاثنين تتداخل مع الست وتتداخل مع الاربعة، يبقى انتهينا، هيبقى عندي الربع والسدس. اربعة وستة بينهما ايش؟ وفق، صح؟ توافق. طيب يبقى اصل المسألة كام؟ 12. سهم الزوج ثلاثة، سهم بنات الابن اثنين، سهم البنت ستة. طيب ثلاثة واثنين خمسة، واحد وخمسة وستة 11، يبقى الباقي ايش؟ تعصيبا للاخت واحد. معايا؟ طيب ايش اللي لا ينقسم هنا؟ الزوج له ثلاثة ارتحنا، البنت لها ستة ارتحنا، الأخت لها الواحد ارتحنا، يبقى إيش؟ بنات الإب، صح؟ والاثنين سهمين وثلاث بنات، يبقى لا ينقسم بينهما تباين. تصحيح إيش أفعل؟ عدد الرؤوس مضروبة في أصل المسألة، يبقى المسألة أصبحت كام؟ 36. اضرب الزوج السهم ثلاثة، ما ضربته في أصل مسألة اضربه في كل الأسهم، 2 في 3 6 في 3 1 في 3، بقى سهم الزوج 9، سهم الثلاث بنات 6، سهم البنت 18، سهم الأخت الأب 3. تنقسم ولا ما تنقسم؟ 6 وثلاث بنات، يبقى كل بنت 2. فهمتم؟ هذا هو التصحيح. الأسبوع القادم بقى إن شاء الله نبدأ في الأحكام العامة، سنتكلم عن الحم والمفقود والخمس المشكل. لعل الله جل في علاه ييسر علينا هذا الباب، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على المواريث وغير المواريث.